العواصف الرملية ظاهرة جوية تحدث في المناطق الصحراوية، وبدون شك تعد الجزيرة العربية أكثر المناطق التي تحتضنها على صعيد العالم العربي، وتختلف أشكالها باختلاف أسبابها. السبب الأول يعود إلى الجبهات الهوائية الباردة، فعندما يغزو الهواء البارد القادم من الشمال أجواء الجزيرة العربية بالتزامن مع وجود كتلة هوائية حارة محلية وجافة، تلتقي الكتلة الباردة الأكثر كثافة مع الكتلة الساخنة الأقل كثافة، فينزلق الهواء البارد بسرعة كبيرة أسفل الهواء الساخن مسبباً نشاطاً في حركة الرياح، وبالتالي حدوث العاصفة الرملية. السبب الثاني أو النوع الثاني حكراً على مناطق صغيرة ومحددة تكاد لا تتجاوز مساحتها 50 كيلومتر مربع، بحيث يسهل إثارة الغبار فيها وتصديره لمناطق أخرى واسعة كما هو الحال في العراق وبادية الشام. وفي الأماكن التي تختلف فيها قيم الضغط الجوي يحدث نوع آخر من العواصف الرملية بسبب تزايد نشاط الرياح وإثارة الغبار كما يحدث في فترة البوارح في الصيف. السبب الرابع يعود إلى أمطار السحب الركامية الرعدية الغزيرة التي تعمل على تبريد الهواء أسفل السحب، بما يزيد كثافة الهواء واندفاعه بقوة نحو الأسفل مسبباً عواصف رملية جدارية أحياناً. الزوبعة الرملية التي تنشأ عندما تسخر الشمس الأرض في فترات الظهيرة، مما يقلل كثافة الهواء في نقطة صغيرة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى دوران الهواء حول تلك النقطة عكس عقارب الساعة بطريقة مثيرة للغبار، ثم ينتقل عشوائياً إلى مناطق أخرى. النوع الأخير هو الذي ينشأ نتيجة دفع الرياح إلى الحصى الصغيرة على الرمال مسببة إثارة الغبار. يمكن تقليل أثار العواصف الرملية عن طريق زراعة الأشجار التي تصد الغبار، وللتعامل مع العواصف الرملية بحذر لابد من تغطية منطقة الأنف والفم، خاصة من قبل مرضى الربو والجهاز التنفسي، البقاء داخل المنزل. أما إذا كنت في الخارج فيجر بك الاحتماء خلف تلال إن وجدت، أو الجمال أو غيرها من الموجودات التي تستطيع الاحتماء بها. إذا كنت تقود السيارة قم بإشعال أضواء السيارة والتخفيف من سرعة القيادة وإطلاق بوق السيارة بشكل مستمر. التأكد من وضعية بقاء الهواء داخل السيارة حتى تمنع دخول الهواء الخارجي أثناء تشغيل التكييف.